تتمت رواية كافكا على الشاطئ للكاتب الياباني هاروكي موراكامي. الفصل 34. تعبر فوق المدينة غيمة ضخمة محملة بالرعد والبرق، وتطلق حزمة من سهام البرق وكأنها تبحث في كل حارة وزقاق عن مخزن أخلاقي طال فقدانه، وفي النهاية تتضاءل لتصير صدى واهنا وغاضبا آتيا من السماء الشرقية. حينئذ فقط تتوقف زخات المطر، ويلي هذا صمت رهيب. ينهض هوتشينو ويفتح النافذة ليسمح لبعض الهواء بالدخول. حقت تلاشت غيوم العاصفة وتغطت السماء ثانية بغشاء رقيق من السحب الباهتة. المباني مبللة والشروخ الرطبة على أجسادها مظلمة كشرايين العجائز. تساقط الماء من كابلات الكهرباء كون بركا من الوحل. حلقت الطيور خارجة من أعشاشها صادحة عاليا وكأنها تتنافس على الديدان التي خرجت الآن بعد خفوت العاصفة. يدير هوتشينو رقبته من جنب لآخر مرات عديدة لكي يحرك عموده الفقري، ثم يمط جسمه ويروح ينظر من النافذة، ثم يمد يده إلى علبة المارلبورو ويشعل سيجارة. يا سيد ناكاتا، بعد كل هذا الجهد في قلب الحجر وفتح المدخل، ما زال لم يحدث شيء خارج عن المألوف. لم يظهر ضفدع ولا أي عفريت ولا شيء غريب بالمرة، وهذا يناسبني طبعا. ومع صخب الرعد ذاك، ومع ذلك اسمح لي أن أقول لك إنني خائب الظن بعض الشيء. لم يتلقى ردا فاستدار وراءه. كان ناكاتا مائلا إلى الأمام مغمضا العينين وواضعا يديه على الأرض. بدا العجوز أشبه بدودة لا حول لها ولا قوة. ما الأمر؟ هل أنت بخير؟ سأل هوتشينو. آسف، يبدو أنني متعب قليلا فقط. ناكاتا لا يشعر أنه بخير. أود أن أرقد وأن أنام قليلا. بالفعل كان وجه ناكاتا شحبا بطريقة فظيعة، عيناه غائرتان وأصابعه ترتعش. استغرق الأمر ساعات قليلة فحسب ليتقدم في العمر إلى هذا الحد. حسنا، سأبسط لك الفراش ونم قدر ما تشاء، قال هوتشينو. ولكن أأنت متأكد من أنك بخير؟ أتؤلمك معدتك؟ أتشعر ببعض الصمم؟ أم بطنين في أذنك؟ أو لعلك تريد أن تدخل إلى الحمام؟ هل أستدعي طبيبا؟ هل لديك تأمين صحي؟ نعم، أعطاني المحافظ بطاقة تأمين وأنا أحتفظ بها في حقيبتي. جيد، قال هوتشينو وهو يسحب الفراش من الخزانة ويبسطه على الأرض. أعرف أنه ليس الوقت المناسب للخوض في تفاصيل، ولكنه ليس محافظ طوكيو من منحك بطاقة التأمين. إنها بطاقة تأمين وطنية تصدرها الحكومة اليابانية. لا أعرف الكثير عن هذا الأمر، ولكنني واثق من أن هذا هو الواقع، فالمحافظ لا يعتني بكل تفاصيل حياتك بنفسه. حسنا، لذلك انسى أمره قليلا إذن. ناكاتا يفهم، المحافظ لم يعطيني بطاقة التأمين. لا أظن أنني بحاجة إلى طبيب، سأكون بخير فقط لو حظيت بقدر من النوم. لحظة، لن تدخل مجددا في ماراثون النوم الممتد ل36 ساعة، أليس كذلك؟ لا أعرف، فأنا لا أتحكم في عدد ساعات نومي. جميل، أظن أن هذا منطقي، أقر هوتشينو. لا أحد له يد في هذا. حسنا، نم كما يحلو لك. كان يوما عصيبا مع كل هذا الرعد والحديث مع الحجر وانفتاح المدخل. هذا لا يحدث كل يوم بالتأكيد. لقد أجبرت على أن تتعب رأسك كثيرا، لابد إذن أنك مرهق. لا تقلق بخصوص أي شيء. أشكرك كثيرا، دائما أتعبك معي، أليس كذلك؟ ناكاتا لن يمكنه أبدا أن يشكرك بما يكفي على كل ما فعلته. لو لم تكن معي لما عرفت كيف سأتصرف، وأنت لديك بالفعل أعمال مهمة. أجل، أظن ذلك، قال هوتشينو بصوت مكتئب. لقد حدثت أشياء كثيرة جدا حتى أنه نسي عمله تماما. بالمناسبة
علي فعلا العودة للعمل بسرعة. أراهن أن مديري يتذمر الآن بينما نتكلم. لقد اتصلت به وأخبرته أنني سأغيب عدة أيام لأهتم بأمر ما، لكنني لم أخابره منذ ذلك الوقت. سيرد على تصرفي ما إن يراني. أشعل هوتشينو سيجارة مارلبورو جديدة ونفخ دخانها بترف، ورأى غرابا يحط على كابل يعود لشركة الهواتف، فصنع له حركات بوجهه، ولكن من يعبأ؟ فليقل ما يشاء، فلينفخ الدخان من أذنه لو أراد، لا يهمني. أترى؟ لقد عملت لسنوات أكثر من أي شخص آخر، عملت حتى الإنهاك. اسمع يا هوتشينو، هناك نقص في السائقين، لما لا تذهب أنت إلى هيروشيما سريعا؟ حاضر، تحت أمرك، لطالما فعلت ما يطلب مني دون تذمر، وهم المسؤولون عن تدهور ظهري. لو لم تعالجه أنت لكان تدهور أكثر فأكثر. ما زلت في العشرينيات من عمري فقط، ولماذا إذن أدمر صحتي في وظيفة فاشلة؟ وما المشكلة في عدة أيام إجازة من حين لآخر؟ ولكن أتعرف يا سيد ناكاتا؟ انتبه هوتشينو فجأة أن العجوز قد غط في النوم. كان يتنفس بسلام وداعة، مغمضا عينيه وزاما شفتيه، والحجر راقد قرب وسادته. عجبا، في حياتي لم أرى أحدا يغفو بهذه السرعة، فكر هوتشينو بإعجاب. ولديه كل الوقت. اتمدد هوتشينو وشاهد التلفزيون قليلا، لكنه لم يستطع تحمل برامج الظاهرة السخيفة، فقرر أن يخرج. كان في حاجة إلى شراء كيلوت جديد. كان يمقت غسل الملابس الداخلية، وكان يعتقد دائما أنه من الأفضل له أن يشتري الرخيصة منها من أن يتعب وأن يتعب نفسه في غسيل الوسخة. ذهب إلى مكتب الاستقبال ودفع أجرة اليوم التالي، وأخبرهم أن رفيقه نائم وأن لا يوقظه. تجول في الشارع مستنشقا عبيرة فترة ما بعد المطر في الهواء، مرتديا قبعة الدراغونز كالمعتاد ونظارتي الرايبن مائلة للخضرة وقميص ألوها. اشترى جريدة من كشك بالمحطة ليعرف أخبار الدراغونز. لقد انهزموا أمام هيروشيما على أرض الأخير. ثم تصفح مواعيد الأفلام وقرر أن يشاهد فيلم جاكي شان الأخير. كان التوقيت مناسبا تماما، فسأل عن الاتجاهات في كشك الشرطة ووجد أن السينما قريبة، فتمشى، اشترى تذكرة وفولا سودانيا ودخل إلى الصالة. عندما خرج من السينما كان المساء قد حل بالفعل. لم يكن جائعا كثيرا، لكنه لم يستطع أن يفكر في شيء آخر يفعله، فقد قرر أن يتناول العشاء. عرج على مكان قريب وطلب سوشي وجوعة. كان مرهقا أكثر مما يظن وشرب نصف زجاجة الجوعة فقط. هذا منطقي طبعا، حدث نفسه. لقد استنفذ هذا الحجر الثقيل كل جهدي. أشعر أنني الأخ الأكبر في الخنازير الثلاثة الصغار، وما على الذئب الماكر سوى أن ينفخ في فأطير فورا حتى أوكاياما. غادر الحانة واتجه دون تخطيط إلى صالة الباشينكو، وقبل أن يحس أنه خسر 2000 ين اعتبر أن اليوم ليس يوم حظه، فترك الباشينكو وهام على وجهه في الشوارع. تذكر أنه لم يشتري بعد ملابسه الداخلية. اللعنة، كان هذا هو أصل سبب خروجي، قال في نفسه. ذهب إلى محل في السوق يقدم تخفيضات واشترى ثيابا داخلية وجوربين أبيضين. الآن يمكنه أخيرا أن يرمي ملابسه الداخلية الوسخة. قرر أنه حان وقت شراء قميص ألوها جديد، فجال على المتاجر بحثا عن واحد ليكتشف أن الخيارات في تاكاماتسو قليلة جدا. كان يرتدي قمصان ألوها في الصيف والشتاء على السواء، إلا أن هذا لا يعني أن أي قميص ألوها يفي بالغرض. مر على مخبزة قريبة واشترى بعض الخبز.
في حال استيقظ ناكاتا جائعا في منتصف الليل وكذلك علبة عصير برتقال صغيرة، ثم توجه إلى بنك وسحب من آلة الصراف مبلغ 50,000 ين. نظر إلى الإيصال ووجد أنه تبقى في حسابه مبلغ لا بأس به. كانت السنوات القليلة الأخيرة مشحونة بالعمل حتى أنه بالكاد كان يجد الوقت ليصرف المال. كان الليل حينئذ قد حل تماما وانتابته رغبة مفاجئة في كوب قهوة. نظر حوله ووجد لافتة مقهى كان خارج طريق عام، مقهى من الطراز القديم الذي لم يعد يوجد منه الكثير الآن. دلف وقعد على مقعد ناعم ومريح وطلب كوب قهوة. تسللت موسيقى الحجرة من مكبرات الصوت البريطانية المصنوعة من خشب الجوز. كان هوتشينو الزبون الوحيد. أسند ظهره إلى مقعده ولأول مرة منذ فترة طويلة شعر باسترخاء تام. كان كل ما في المكان له أثر مهدئ، فمن الطبيعي أن يشعر المرء بالراحة. وكانت القهوة التي قدمت في كوب كبير غنية وشهية. أغمض هوتشينو عينيه متنفسا بهدوء واستمع إلى تمازج الأوتار والبيانو. لم يكن بالكاد قد سمع موسيقى كلاسيكية من قبل، إلا أنها كانت ناعمة ووضعته في حالة تأملية. غارقا في مقعده وعينيه المغمضتين مستغرقا في الموسيقى، عبرت رأسه أفكار عديدة معظمها يتعلق به، لكنه كلما استغرق في أفكاره عن نفسه شعر أنه أصبح أقل واقعية، فأخذ يشعر بأنه ملحق بشيء ما لا معنى له أن يجلس هناك فحسب. لطالما كنت من مشجعي أتشينوتشي دراغونز، حدث نفسه، ولكن من هم الدراغونز بالنسبة إلي عموما؟ لنفترض أنهم غلبوا الجانات، فكيف يجعلني هذا شخصا أفضل؟ كيف يعقل هذا؟ ولماذا بحق الجحيم ضيعت كل هذا الوقت وكأن الفريق امتداد لي شخصيا؟ قال السيد ناكاتا إنه فارغ، ربما كان هكذا وما أدراني أنا، ولكن ماذا يعني هذا بالنسبة إلي أنا؟ قال إن حادثا ما قد وقع له وهو صغير جعله هكذا فارغا، ولكن أنا لم يقع لي أي حادث. إذا كان السيد ناكاتا فارغا فهذا يجعلني أسوأ من فارغ. هو على الأقل لديه سبب لهذا بصرف النظر عما جعلني أترك كل شيء وأتبعه حتى تشيكوكو. لكن لا تسألني ما هو هذا الشيء. طلب هوتشينو كوب قهوة آخر. أعجبتك القهوة إذن؟ سأله صاحب المقهى ذو الشعر الرمادي. هوتشينو لم يعرف هذا بالطبع، وإنما كان صاحب المقهى موظف في وزارة التعليم. عاد بعد تقاعده إلى مسقط رأسه تاكاماتسو وفتح هذا المقهى الذي يقدم فيه قهوة لذيذة على أنغام الموسيقى الكلاسيكية. إنها رائعة، لها نكهة لطيفة جدا. أقوم بتحميص البن بنفسي وأختاره حبة حبة. ألا عجب أنها بهذه الجودة إذن؟ الموسيقى؟ رد هوتشينو. لا، إنها رائعة، لا مانع إطلاقا في سماعها. من الذي يعزف؟ ثلاثي روبينشتاين وهيفيتس وفيورمان، ثلاثي المليون دولار، عرفوا بهذا الاسم، الفنانون الكاملون. هذا تسجيل لهم من عام 1941 وما زال بريقهم لم يختفي بعد. حقا لم يختفي، الأشياء الجيدة لا تموت أبدا، أليس كذلك؟ البعض يفضل نسخة أكثر بنيوية وكلاسيكية ومباشرة من ثلاثية الأرشدوق مثل نسخة الثلاثية النمساوية. لا، أعتقد أن هذه الثلاثية لطيفة، قال هوتشينو. تمت فيها لا أعرف كيف أصفه، شعور رقيق. شكرا جزيلا لك، قال صاحب المقهى شاكرا هوتشينو بالنيابة على ثلاثي المليون دولار، وعاد إلى مكانه خلف النضد.
وفيما كان هوتشينو يتلدد بكوب القهوة الثاني عاد إلى تأملاته، لكنني أساعد السيد ناكاتا أقرأ له الأشياء، وكنت أنا من عثر له على الحجر النهائي. لم ألاحظ هذا من قبل، ولكن مساعدة الآخرين شيء جميل حقا، لست نادما على ذلك. التهرب من العمل والمجيء إلى تشيكوكو وكل الأشياء المجنونة التي تحدث تباعا، أشعر أنني أنتمي إلى هذا المكان وأنا مع السيد ناكاتا. لا تشغلني مسألة من أكون، ربما كانت هذه مبالغة، ولكن أراهن أن مريدي بوذا وحواري عيسى شعروا بالإحساس نفسه. حين أكون مع بوذا أشعر دائما أنني حيث أنتمي، شيء من هذا القبيل. أنسى أمر الثقافة الحقيقية وكل هذا الهراء. هذا النوع من الوحي هو كل شيء. حين كنت صغيرا حكى لي جدي قصصا عن مريدي بوذا، كان أحدهم اسمه ميوجا. كان هذا الرجل مجنونا تماما ولم يكن يستطيع أن يتذكر حتى أبسط سوتر، أي قاعدة من قواعد الفلسفة الهندوسية. وكان المريدون الآخرون يستفزونه دوما. وفي أحد الأيام قال له بوذا: يا ميوجا، أنت لست ذكيا جدا، ولذلك ليس عليك أن تتعلم أي ساتورات، وبدلا من هذا أريد منك أن تجلس على المدخل وأن تقوم بتلميع أحذية الجميع. وكان ميوجا رجلا مطيعا، ولهذا لم يقل لسيده أن يغرب عن وجهه، وظل يلمع الأحذية بصمت لمدة 10 سنوات ثم 20 سنة. وفي أحد الأيام انفتحت له طاقة النور، وأصبح أحد أعظم مريدي بوذا. لا ينسى هوتشينو هذه القصة، وكان يظن أن هذه الحياة لابد أنها أتفه حياة، تلميع الأحذية لعقود، لابد من أنك تمزح، كان يحدث نفسه. لكن عندما يفكر في الأمر الآن تبدو القصة مختلفة. الحياة تافهة بصرف النظر عن كيف تعيشها، الحياة تافهة بصرف النظر عن كيفية عيشها. لكنه لم يكن يفهم هذا حين كان صغيرا. شغلته هذه الأفكار حين انقطعت الموسيقى التي سرحت معها تأملاته. عفوا، صاح هوتشينو بصاحب المقهى، ذكرني ما اسم هذه الموسيقى. ثلاثية الأريشدوق لبيتهوفن. مارشيدوق أريشدوق. أهداها بيتهوفن للأرشدوق رودولف النمساوي. هذا ليس اسمها الرسمي، إنه بالأحرى الاسم الشائع للمقطوعة. كان رودولف ابن الإمبراطور ليوبورد الثاني، كان موسيقيا ماهرا جدا، درس البيانو ونظرية الموسيقى على يد بيتهوفن، وبدأ عندما كان في 16، واتخذ بيتهوفن مثالا أعلى، ولم يكون شهرة لنفسه سواء كعازف بيانو أم كمؤلف موسيقى، لكنه كان يقف في الكواليس يمد يد المساعدة لبيتهوفن الذي لم يكن يعرف كثيرا كيف يشق طريقه في العالم. ولولا وجوده معه لكان بيتهوفن يعاني كثيرا. هذه النوعية من البشر ضرورية في الحياة قطعا، كانت ستعم الفوضى في العالم لو كان الجميع عباقرة. على أحد ما أن يراقب العمل ويهتم به تماما. عالم مليء بالعباقرة سيعاني من مشكلات وخيمة. تعجبني هذه المقطوعة حقا، جميلة، لا تمل من سماعها أبدا. يمكنني القول إنها أرقى ثلاثيات بيتهوفن على الإطلاق. وضعها عندما كان في سن 40 ولم يؤلف غيرها أبدا. لابد من أنه قرر أنه قد وصل بها إلى الذروة التي من هذا النوع من الموسيقى. أظن أنني أدرك ما تقصده. الوصول إلى الذروة أمر بالغ الأهمية، قال هوتشينو. عد مرة أخرى. سأعود طبعا. عندما عاد إلى الغرفة كان ناكاتا كما هو متوقع لا يزال غائبا عن الدنيا. إن خبر هوتشينو هذا قيل من قبل، ولذلك لم يفاجئه هذه المرة. فقط دعه ينام قدر ما يحلو له. قرر في قرارة نفسه أن كان الحجر لا يزال هناك إلى
جانب وسادته مباشرة ووضع هوتشينو كيس الخبز إلى جانبه. أخذ حماما وارتدى ملابسه الداخلية الجديدة، ثم كوم القديمة في كيس ورماها في سلة المهملات. زحف إلى فراشه وسرعان ما غطى في النوم. استيقظ صباح اليوم التالي قبيل الساعة 9، وكان ناكاتا لا يزال نائما وتنفسه هادئ ومنتظم. ذهب هوتشينو ليتناول إفطاره بمفرده وطلب من الخادمة ألا توقظ رفيقه. يمكنك أن تتركي الفراش على حاله، قال لها. أهو بخير؟ ينام كل هذا الوقت؟ سألت الخادمة. لا داعي للقلق، فهو لن يموت، إنه فقط يحتاج إلى النوم لكي يستعيد عافيته. أنا أعرف ما هو الأفضل له. اشترى جريدة من المحطة وجلس على مقعد وتصفح قائمة الأفلام. كانت السينما القريبة من المحطة تعرض مجموعة أعمال فرانسوا تروفو. لم يكن لدى هوتشينو أدنى فكرة عن تروفو أو حتى ما إذا كان رجلا أو امرأة، إلا أن مشاهدة فيلمين بدا له وسيلة فضلى لقتل الوقت. حتى حلول المساء فقرر أن يذهب. كان الفيلمان المعروضان هما الضربات 400 واقتل عازف البيانو. لم يكن في قاعة العرض سوى 4 أو 5 أشخاص. لم يكن هوتشينو من العارفين بالأفلام. كان من حين لآخر يذهب إلى السينما ليشاهد فيلم كاراتي أو مغامرات ما، ولذلك كانت تلك الأعمال الأولى لتروفو تفوق مستوى فهمه. وبطيئة الإيقاع كما هو متوقع في الأفلام القديمة، ومع ذلك استمتع هوتشينو بأجواء الفيلم وكيف ترتسم العوالم الداخلية للشخصية على نحو يمكن تأويله من عدة وجوه. وعموما وبالحد الأدنى لم يشعر بالملل. لا مانع لدي من مشاهدة المزيد من أفلام هذا الرجل، قال لنفسه فيما بعد. غادر السينما ومشى إلى السوق ودخل إلى المقهى الذي دخله بالأمس. تذكره صاحب المقهى وجلس هوتشينو على المقعد نفسه وطلب قهوة. ومرة أخرى كان الزبون الوحيد في المقهى. كانت موسيقى وترية تبت من الستيريو. كونتشيتو إتشيليلو الأول لهايدن. بيير فورنيي هو الذي يعزف منفردا. شرح له صاحب المقهى وهو يقدم له كوب القهوة. صوت طبيعي فعلا، علق هوتشينو. حقا أليس كذلك؟ قال صاحب المقهى. حقا أليس كذلك؟ قال صاحب المقهى. بيير فورنيي أحد أحب العازفين إلى قلبي على الإطلاق، كالنبيذ الفاخر لعزفه لمذاق وجوهر يدفئ الدم ويشجعك بكل شكل رقيق. أدعوه دوما بالمايسترو فورنيي لشدة احترامي له. لا أعرفه بشكل شخصي بالطبع، ولكنني أشعر دوما أنه هو معلمي. مستمعا إلى تشيلو فورنيي المتدفق بأناقة، انسحب هوتشينو إلى طفولته. كان يعتاد أن يذهب إلى النهر كل يوم ليصطاد السمك. لم يكن حينها يقلق من شيء كما يتذكر، فقط كان يعيش كل يوم بيومه. طالما أنا حي فأنا شيء ما، هكذا كان الأمر بالضبط. ولكن في محطة ما في طريق سيره تغير الأمر كله. حولني العيش إلى لا شيء. أمر غريب، يولد الناس لكي يعيشوا، صح؟ ولكن كلما عشت أطول فقدت ما في داخلك أكثر فأكثر وصرت خاويا. أراهن أنني إذا عشت أطول فسأصير أكثر خواء وتفاهة. هناك خطأ ما في ذلك. لا يصح أن تؤول الحياة إلى هذا. أليس من الممكن أن أحول الاتجاه الذي وضع لي؟ لا مؤاخذة، صاح هوتشينو بصاحب المقهى. أي خدمة؟ كنت أتساءل لو لديك أي وقت، أيمكنك أن تأتي لنتحدث سويا؟ أود معرفة المزيد عن هايدن هذا. سر صاحب المقهى بفرصة أن يلقي محاضرة موجزة عن هايدن وموسيقى. كان بالأساس رجلا متحفظا، لكن عندما يتعلق الأمر بالموسيقى الكلاسيكية فقد كان فصيحا. شرع لهوتشينو كيف أصبح هايدن مؤلفا موسيقيا أجيرا، وكيف خدم على مدار حياته الطويلة أسيادا كثرا
مبدعا عددا لا يحصى من المؤلفات الموسيقية تحت الطلب. كان هايدا رجلا عمليا ولين العريكة ومتواضعا وكريما، قال صاحب المقهى، إلا أنه أيضا كان معقدا يسود في داخله صمت قاتم. كان هايدا لغزا، لا أحد يعرف حجم العواطف الجيشة التي كانت تعتمل بداخله، وكان عليه مع هذا في زمن الإقطاع الذي ولد فيه أن يخفي ذاته بمهارة وبكل طاعة ليظهر بمظهر الشخص السعيد والراضي، وإلا لكان قد سحق سحقا. قارنه كثر على نحو غير مستحب بباخ وموزار من حيث موسيقاه وأسلوب حياته، وكان على مدار حياته كلها مبدعا بالتأكيد، لكنه لم يكن حادا بالطبع. ولو أصغت السمع جيدا إلى موسيقاه فستلتقط حنينا خفيا للذات العصرية كصدى بعيد مليء بالتناقضات. هذا كله في موسيقى هايدا بنبض وبصمت. أستمع لهذا الإيقاع، أتسمعه؟ هادئ جدا، صح، إلا أن به روح مثابرة ذات حركة داخلية تغص بفضول شبابي السلس كأفلام فرانسوا تروفو. بالضبط، تعجب صاحب المقهى بسرور وربت على ذراع هوتشينو بانفعال. لقد جئت بالمقارنة الصحيحة تماما، تجد نفس الروح المتحركة لدى تروفو، روح مثابرة بحركة داخلية تغص بفضول شبابي السلس. كرر. عندما انتهت كونشيرتو هايدن، طلب منه هوتشينو أن يضع ثلاثية الأرشدوق نسخة روبينشتاين وهيفيرتس وفيورمان مرة أخرى، وبينما يستمع إليها استغرق مرة أخرى في أفكاره، اللعنة، لا يهمني ما يحدث. قرر بينه وبين نفسه، سأتبع السيد ناكاتا ما دمت حيا، ولتذهب الوظيفة إلى الجحيم. الفصل 35. عندما يرن جرس الهاتف في الساعة 7 صباحا أكون لا أزال نائما أحلم. أرى نفسي في كهف سحيق يلفني الظلام، وأمسك مصباحا يدويا وأبحث عن شيء ما. أسمع صوتا واهنا يأتي من بعيد من مدخل الكهف ينادي باسمي. أصرخ مجيبا، ولكن من يناديني لا يسمعني، فيظل يناديني مرارا وتكرارا. فأتجه إلى المدخل، إلى مدخل الكهف. بعد قليل سأجد المدخل، أعتقد هذا، ولكن في داخلي أشعر بالراحة لأنني لم أجده هنا. أستيقظ وأنظر من حولي مستجمعا شتات وعي، أدرك أن جرس هاتفي مكتب الاستقبال في المكتبة يرن. يتسلل شعاع الشمس من الستائر، والآنسة صعيكي ليست بجانبي في الفراش. أنهض من الفراش بالكنزة الخفيفة والبوكسر وأخرج لأرد على الهاتف. أستغرق بعض الوقت حتى أصل إليه، لكنه يستمر في الرنين. ألو، كنت نائما؟ يسألني أوشيما. نعم، آسف لإيقاظك مبكرا هكذا، وخصوصا في الإجازة، لكننا نواجه مشكلة. مشكلة؟ سأخبرك فيما بعد، ولكن من الأفضل أن تغيب عن المكتبة لفترة. سنرحل بسرعة، فاحزم أغراضك وانتظرني حتى أن أصل، وفي الأثناء لا تفعل شيئا. أعود إلى حجرتي وأحزم حقيبتي. لا حاجة إلى العجلة ما دامت العملية برمتها لا تحتاج إلى أكثر من 5 دقائق. ألم الغسيل المنشور في الحمام وأجمع أدوات الاستحمام في حقيبة، وأضع الكتب ودفتر اليوميات في حقيبة ظهري، ثم أرتدي ملابسي وأرتب السرير. أفرد الملاءة، أعدل وضع الوسائد، وأفرد الغطاء مغطيا كل أطر عما حدث هناك. أجلس على الكرسي وأفكر في الآنسة سايكي التي كانت بصحبتي منذ سويعات قليلة. لدي بعض الوقت، فأتناول طبق الكورن فليكس. أغسل الطبق والملعقة وأضعهما مكانهما، أنظف أسناني وأغسل وجهي وأتمعن في وجهي في المرآة، ثم أسمع صوت المياتا في المرأب.
رغم أن الجو رائع، فإن أوشيما يغلق سقف السيارة، أعلق حقيبتي على كتفي وأمضي إلى السيارة وأجلس في المقعد الأمامي، وكما من قبل يحكم أوشيما ربط حقيبتي في الخلفية، يرتدي نظارة شمس من نوع أرماني وقميص كتان مخطط فوق كنزة بيضاء خفيفة بقبة وجينز أبيض وحذاء كونفيرس أول ستارز، ملابس اعتيادية ليوم العطلة. يناولني قبعة زرقاء نقش عليها شعار النورث فايس: ألم تقل إنك فقدت قبعتك في مكان ما؟ خذ هذه ستستر وجهك قليلا. شكرا، أقول وأشد القبعة على رأسي. يتمعن أوشيما في شكلي في القبعة ويومئ برضا: لديك نظارة شمسية أليس كذلك؟ أومئ وأخرج الريفو السماوية من جيبي وألبسها. ظريف جدا، يقول: جرب أن تضع القبعة بالمعكوس. أنفذ اقتراحه. يومئ أوشيما ثانية: رائع، تبدو كمغني راب مرموق. يحول على السرعة الأولى ويدوس دواسة البنزين ويرفع قدمه عن الفرامل. إلى أين ستذهب؟ أسأله. إلى المكان السابق، جبال كوتشي. يومئ: صحيح، مرة أخرى قيادة لمدة طويلة. يشغل ستيريو وكانت مقطوعة أوركسترالية مرحة لموزار، سمعتها سابقا. سيرناد بوق الإنذار على ما أظن. أمللت من الجبال؟ لا، أحب المكان هناك، إنه هادئ وأستطيع أن أقرأ كثيرا. جيد، يقول أوشيما. ما المشكلة؟ ينظر أوشيما بتجهم إلى المرآة الخلفية ويلمحني، ثم يوجه نظره إلى الأمام مرة أخرى. أولا، عودت الشرطة الاتصال بي، اتصلوا بي في منزلي الليلة الماضية. يبدو أنهم أصبحوا جديين في تتبعك، ويبدو أن المسألة برمتها توترهم. ولكن لدي حجة غياب، أليس كذلك؟ نعم، لديك حجة غياب لا جدال فيها. يوم حدوث الجريمة كنت في تشيكوكو، لا ريب لديهم في هذا. إنهم يفكرون في إمكانية أن تكون قد تآمرت مع شخص آخر. تآمرت؟ قد يكون لديك شريك. شريك؟ أهز رأسي. ومن أين جاءتهم هذه الفكرة؟ إنهم يتكتمون بشكل مبالغ فيه في هذا الخصوص، ويلحون على طرح الأسئلة، ولكن كن متحفظا تماما إذا أردت قلب الطاولة عليهم. ولذلك قضيت الليلة بأكملها على الإنترنت أراجع المعلومات. أكنت تعرف أن هناك عدة مواقع ظهرت عن هذه القضية؟ أصبحت مشهورا حقا، الأمير الرحالة الذي يحمل مفتاح اللغز. أهز كتفي. الأمير الرحالة؟ من الصعب أن تفصل المعلومات الحقيقية عبر الإنترنت عن التحليلات والتوقعات، ولكن يمكننا تلخيص الأمر كالتالي: الشرطة الآن وراء رجل في الستينيات من عمره، ظهر ليلة وقوع الجريمة في مركز الشرطة بالقرب من سوق نوغاتا، واعترف بقتل شخص ما في الجوار. قال إنه قد طعنه لكنه راح يخرف ويقول الترهات، فاعتبره الشرطي المناوب مجنونا وسرحه من دون أن يعرف منه القصة الكاملة. وبالطبع حين اكتشفت الجريمة عرف الشرطي أنه قد ارتكب خطأ، إذ لم يأخذ اسم الرجل أو عنوانه. ولو عرف رؤساؤه بالأمر فستنفتح في وجهه أبواب جهنم، ولهذا التزم بالصمت. ولكن حدث شيء ما واكتشفوا الأمر كله. خضع الشرطي لمجلس تأديبي بالطبع، رجل مسكين من المحتمل ألا يعود لحياته الطبيعية أبدا. يزيد أوشيما السرعة لكي يتجاوز تويوتا، ثم ينزلق عائدا بسلاسة إلى خط سيره. تمكنت الشرطة من تحديد هوية العجوز، لا يعرفون عنه شيئا، ولكن اتضح أنه معوق ذهنيا، ليس متخلفا بل يعاني من علة ما.
يعيش بمفرده على المعونة ومساعدة بعض الأقارب، لكنه اختفى من شقته. تتبعت الشرطة تحركاته ويعتقدون أنه سافر استوقافا إلى تشيكوكو. يظن سائق حافلة محلي أن الرجل قد ركب معه حتى كوبي، وقد تذكره بسبب طريقته الغير مألوفة في الكلام وترديده لأشياء غريبة. ومن الواضح أنه قد خرج مع شاب في العشرينيات من عمره من محطة توكوشيما، وقد وجدوا الفندق الذي نزلوا فيه. وطبقا لأقوال خادمة الفندق، استقل القطار إلى تاكاماتسو. تحركات العجوز وتحركات موازية، كلاكما غادر نوغاتا بحي ناكانو واتجه مباشرة إلى تاكاماتسو. مصادفات كثيرة إلى حد ما، ولهذا بديهي أن تستنتج الشرطة شيئا من هذا كله، أنكما قد خططتما للجريمة معا. حتى أن وكالة الشرطة الوطنية قد اشتركت في العملية، وهم الآن يفتشون المدينة، وقد لا يسعنا أن نخبئك في المكتبة بعد الآن، ولهذا ارتأيت أنه من الأفضل أن تختبئ في الجبال. عجوز معوق ذهنيا من ناكانو، هل يذكرك بأحد ما؟ أهز رأسي، لا، عنوانه ليس بعيدا من منزلك، مسافة 15 دقيقة سيرا على الأقدام، ولكن هناك الآلاف في ناكانو، أنا حتى لا أعرف اسم جارنا الأقرب. وهناك المزيد، يقول أوشيما ويرمقني سريعا، إنه الشخص الذي جعل سمك الأسقمري والسردين يسقط من السماء في سوق نوغاتا. على الأقل هو من تنبأ للشرطي بأن الكثير من السمك سيهطل من السماء قبل يوم من هطوله حقا. أمر مذهل، أليس كذلك؟ وفي اليوم نفسه في المساء انهمرت كميات كبيرة من العلق الكبير في مرأب سيارات في فوجيغاوا على طريق توماي السريع. أتتذكر؟ أجل أتذكر. علمت الشرطة بهذا كله، يظنون أنه لا بد من وجود صلة بين كل هذه الأحداث وهذا الرجل الغامض الذي يبحثون عنه. كانت تحركاته تسير بالتوازي مع جميع هذه اللحظات. تنتهي مقطوعة موزار وتبدأ أخرى. واضعا كلتا يديه على عجلة القيادة، يروح أوشيما يهز رأسه. تحول غريب حقا في الأحداث، لقد بدأت بشكل غريب ومع الوقت تصير أكثر غرابة. ومن المستحيل أن تتوقع ما سيحدث بعد هذا، بيد أنه تم أمر مؤكد. يبدو أن كل شيء يتجمع هنا، خط سير العجوز وخط سيرك، إذ لابد أن يتقاطعا. أغمض عيني وأسمع هدير المحرك، ربما يجدر بي الذهاب إلى بلدة أخرى. أقول له لا أريد التسبب بالمزيد من المتاعب لك أو للآنسة سايكي، ولكن إلى أين ستذهب؟ لا أعرف، لكنني سأعرف إذا أخذتني إلى المحطة. لا يهم أصلا، يتنهد أوشيما، أظن أنها فكرة صائبة. لا بد من أن المحطة تعج الآن برجال الشرطة الذين يبحثون جميعا عن فتى طويل في 15 من عمره يحمل حقيبة ظهر وحفنة من الهواجس. لما لا تأخذني إذن إلى محطة بعيدة لا يكون فيها رجال شرطة؟ سيان عندي، سيجدونك في نهاية الأمر. لا أقول شيئا. اسمع، لم يصدروا مذكرة بالقبض عليك، فأنت لست على قائمة المسجلين كالخطيرين المطلوبين من الشرطة أو ما شابه. أومئ، مما يعني أنك ما زلت حرا، ولهذا لا أحتاج إلى إذن أحد لكي أخذك من حيث أشاء ولكي أخذك إلى حيث أشاء. أنا لا أخرق القانون، أعني أنني حتى لا أعرف اسمك الحقيقي كافكا، فلا تقلق بشأني، أنا شخص حريص جدا، لا أحد يوقع بي بسهولة. أوشيما، أقول نعم، لم أخطط لأي مؤامرة مع أحد. لو أردت أن أقتل أبي لما طلبت ذلك من أحد. أعرف. يتوقف عند إشارة حمراء ويتحقق من المرآة الخلفية، ثم يضع حبة حلوى الليمون في فمه ويعرض علي واحدة. أقذفها في فمي
وماذا بعد هذا؟ ماذا تعني؟ لقد قلت أولا وأنت تخبرني عن ضرورة أن أختبئ في الجبال، إذ لابد من أن يكون هناك سبب ثان. يحدق أوشيما في الضوء الأحمر. مقارنة بالسبب الأول، السبب الثاني ليس ببالغ الأهمية، ومع ذلك أريد معرفته. إنه بخصوص الآنسة سايكي. يقول: أخيرا يتحول الضوء إلى الأخضر وينطلق سريعا. أنت تنام معها، صحيح؟ لا أعرف بماذا أجيب. لا تقلق، أنا لا ألومك، فقط لدي حدس بهذه الأمور. هذا كل ما في الأمر. إنها شخص رائع، سيدة جذابة جدا ومميزة في كل النواحي، وهي تكبرك بكثير بالتأكيد. ولكن وماذا بعد؟ أنا أتفهم انجذابك إليها ورغبتك في ممارسة الجنس معها، ولما لا إذن؟ أترغب هي في ممارسة الجنس معك؟ هذا يمنحها بعض القوة. هذا لا يزعجني. لو كنتما مرتاحين لهذا، هذا لا يعنيني في شيء. يدير أوشيما حبة الليمون في فمه، ولكنني أعتقد أنه من الأفضل أن تبقيا على مسافة لبعض الوقت، ولا أعني بسبب تلك الفوضى الدموية في ناكانو. لماذا إذن؟ إنها في موقف بالغ الحرج قليلا. وكيف هذا؟ الآنسة سايكي. يبدأ أوشيما ثم يروح يبحث عن الكلمات. أقصد أنها تحتضر، لقد شعرت بهذا منذ وقت طويل. أرفع نظارتي وأحدق به بينما ينظر أمامه مباشرة. ننعطف إلى الطريق السريع إلى كوتشي، ويفاجئني هذه المرة بعدم تخطيه حد السرعة المسموح به. تمر بنا تويوتا سوبرا. عندما تقول إنها تحتضر، تقصد أنها تعاني من مرض لا شفاء منه، السرطان أو فقر الدم أو ما شابه. يهز أوشيما رأسه. ربما، لكنني لا أعرف شيئا عن صحتها. كل ما أعرفه أنها ربما تكون مصابة بمرض ما. أعتقد أن الأمر نفسي نابع من افتقادها للرغبة في الحياة. أتعتقد أنها فقدت الرغبة في العيش؟ أظن ذلك. فقدت الرغبة في العيش، في الاستمرار في العيش. أتظن أنها ستحاول الانتحار؟ لا، لا أظن. يجيب أوشيما: كل ما في الأمر أنها بهدوء شديد وبثبات شديد أيضا تتجه نحو الموت، أو أن الموت يتجه إليها كقطار متجه إلى المحطة، شيء من هذا القبيل. قال أوشيما ثم مط شفتيه. ثم ظهرت أنت، طازج كالخيار وغامض مثل كافكا الحقيقي. انجذبتما إلى بعضكما البعض، وإذا استخدمنا التعبير الكلاسيكي، نشأت بينكما علاقة. ثم لبرهة يرفع أوشيما كلتا يديه عن عجلة القيادة. هذا كل شيء. أهز رأسي ببطء. أراهن أنك تظن أنني أنا القطار. يصمت أوشيما قليلا. بالضبط. يقول أخيرا: هذا هو الأمر بالضبط، أي أنني سأجلب لها الموت. أعذرني، أنا لا أحملك مسؤولية ذلك. يقول: في الحقيقة هذا أفضل. لماذا؟ لا يجيب. يفترض بك أن تعرف الإجابة بنفسك. يقول لي صمته، أو لعله يقول: هذا أوضح من أن تسأل عنه. أسند ظهري إلى المقعد، أغمض عيني وأدع جسدي يسترخي. أوشيما: ما الأمر؟ لم أعد أعرف ماذا أفعل بعد الآن. أنا حتى لا أعرف في أي اتجاه أذهب. ما الصواب وما الخطأ؟ هل علي السير قدما أم العودة إلى الوراء؟ إنني تائه كليا. يبقى صامتا، لا شيء يشير إلى أنه سيجيب قريبا. لابد من أن تساعدني. ماذا يفترض بي أن أفعل؟ أسأله. لا يفترض بك فعل شيء. يجيب ببساطة: ولا شيء. يومئ. ولهذا أصحبك الآن إلى الجبال. ولكن ماذا سأفعل حين أصل إلى هناك؟ فقط استمع للرياح. يقول: هذا ما أفعله دوما.
أتفكر في كلامه. يضع يده برقة في يدي. هناك أخطاء كثيرة لست مسؤولا عنها ولا أنا مسؤول عنها، وليست أخطاء النبوءات أو اللعنات أو الحمض النووي أو اللامعقول، ليست أخطاء بنيوية ولا الثورة الصناعية الثالثة. كلنا نموت ونفنى، ولكن هذا لأن العالم نفسه قائم على الدمار والخسران. حيواتنا ليست سوى ظلال هذا المبدأ الأساسي. قل إن الهواء يهب، يمكن أن يكون رياحا قوية وعنيفة أو نسيما رقيقا، ولكن في النهاية كل هواء يخبو ويتبدد. ليس للرياح شكل، مجرد حركة هواء. عليك أن تستمع جيدا، وعندما ستفعل ذلك ستفهم مغزى المجاز. أشد على يده، كانت ناعمة ودافئة. يده الرائقة غير محددة الجنس، الرحيمة الرقيقة. أتظن إذن أنه من الأفضل لي أن أبتعد عن الآنسة سايكي في الوقت الحالي؟ نعم يا كافكا، هذا أفضل ما يمكنك فعله حاليا. يجب أن ندعها ونفسها، إنها ذكية وقوية. لقد احتملت بمفردها أفضع أنواع الوحدة لزمن طويل، وعانت الكثير من الذكريات المؤلمة، ففي مقدورها اتخاذ أي قرار تحتاج إليه بمفردها. أنا إذن مجرد طفل يقف عقبة في الطريق. ليس هذا ما أعنيه، يقول أوشيما برقة، ليس هذا هو الأمر إطلاقا. لقد فعلت ما كان عليك أن تفعله، ما كان منطقيا بالنسبة إليك وبالنسبة إليها. فاترك لها الباقي. ربما يبدو كلامي قاسيا، ولكن ليس بيدك ما تفعله من أجلها الآن. أنت في حاجة إلى الذهاب إلى الجبال وإلى القيام بما يخصك أنت. بالنسبة إليك التوقيت سليم، أقوم بما يخصني. فقط أبقي أذنيك مفتوحتين يا كافكا. يرد أوشيما، اصغي فحسب. تخيل نفسك صدفة